صدنا اليوم شوربة خضار بالدجاج، وفي شكلها يا سلام. شوف الطريقة، أنا عندي الدجاج غسلته مرة كويس، بعدها ضفت عليه الموية، أهم شيء الموية ما تكون حارة، وخليه يطبخ لين تطلع زفرته. شيل الزفرة اللي طالع من الدجاج، بعدها ضفت الكرفس والكرات والبصل ورغار وزنجبيل. الخضار هذه بتطعم الشوربة. عند الخضار كوسة، فلفل بارد أحمر، جزر، بروكلي، فاصولية، بطاطس ومشروم. بوريكم كيف نقطعهم. شايفين كيف بهذه الطريقة نقطع الفلفل البارد الأحمر لمربعات صغيرة، وإذا تحبوها مربعات أكبر كمان مو مشكلة، بس الصغيرة أفضل أحس. بعدها أقطع الجزر بهذه الطريقة والبروكلي باليد، تكون قطع صغيرة. هنا عند الخضار صار جاهز. بعد أخذ البصل على القدر وأحمس بشوية زيت زيتون وقطعة زبدة، واللي ما يحب ما يضيف الزبدة، زيت زيتون بس عشان تكون صحية أكثر. لين يذبل البصل أضيف شوية ثوم وحرك لين تطلع ريحة الثوم. بعدها أضفت المشروم وحركه لين تطلع ريحته، ونضيف الخضار، كل الخضار عدا البروكلي عشان بيسود وبيستوي بسرعة، فبنخليه آخر شيء. بعدها نضيف الملح والفلفل الأسود، قطعة صغيرة ماجي، ونحركهم كويس مع بعض. أنا عندي الشوربة صارت جاهزة، أو المرق بصبها على الشوربة. خلي الشوربة تطبخ لين يستوي الخضار. أنا عندي ملعقتين شوفان أو كوكر، بضيف عليهم شوية موية ونزلهم على الشوربة لين نوصل للقوام اللي نبغاه. لا تبغى تكون كثيف، زودوا شوية كوكر. آخر شيء البروكلي والدجاج، قطعت المربعات بعد ما فصلتها من العظم. هنا الشوربة عندنا جاهزة، يا سلام وبالعافية.